عرفت أسعار اللحوم البيضاء والخضر في الأسبوع الأول من شهر رمضان العظيم انخفاض محسوس مقارنة بالسنة الفارطة بأسواق ولاية الوادي، حيث أرجع التجار هذا الانخفاض لوفرة المنتوج وحرارة الجو التي تستدعي تصريف السلع قبل تلفها. سكينة بالعروسي. هات كمل شوية على 20 كمل. والله اسوام كلها معقولة. شوف هذا شعب مواطن، هذا حي ما خير نقول مهنا من المذبوح. انا الناس المربيين هذا نقولوا عندنا فيهم ثقة اكثر من الناس تاع الكونجري. هذا الاسعار تاعها 22 23 24 درهم، هذه الاسعار تاع الدجاج على سبب وجد تاع الدجاج. الحياه عندها اقبال كبير بالنسبه للشعب، اقبال كبير. يشتو حاجه حيه يديها بعد يذبحها عنده، ولا كاين اقبال كبير.